السلام عليكم. ذكر الله تعالى فرعون في القرآن الكريم في كثير من المواضع، فقد كان من أكثر الخلق ظلما وتجبرا، ولكن عظمة الله تعالى أكبر من كل متجبر، فقد أرسل الله له نبيه موسى إلى قصره وجعله يربيه في بيته وتحت أنظاره دون أن يعلم. فكيف خدع فرعون بموسى ورباه في بيته؟ ولما لم يقتله كما كان يفعل بباقي أطفال قومه؟ وكيف أعاده الله تعالى إلى أمه بعد أن رمته بالنهر؟ في هذا المقطع سنروي لكم تلك الحادثة بالتفصيل، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. كان موسى من أعظم أنبياء الله على الإطلاق، فهو أكثر نبي تم ذكره في القرآن الكريم، وقد كانت قصة ولادته قصة عجيبة جدا، فقد كانت أمه من بني إسرائيل، وكانوا يعيشون في مصر ويحكمهم الفرعون اللعين، وكان ملكا جبارا قاسيا. ويذكر أن فرعون قد رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت عليه من نحو بيت المقدس، فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. فلما استيقظ أخافه ذلك، فجمع الكهنة والحزقة والسحرة وسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء أي بني إسرائيل، يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه. فجزع فرعون وارتعب من ذلك الحلم ومن تفسيره، فأمر جنوده بقتل كل مولود ذكر لبني إسرائيل وأن يتركوا الإناث، فتجبر على بني إسرائيل وظلمهم ولم يترك مولودا صبيا منهم إلا وأمر بقتله. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كان هاجس الولد الذي سيقضي على حكم فرعون يسيطر عليه بشكل كبير، حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على النساء الحوامل ويعلمون ويسجلون أوقات ولادتهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته، فكانت كلما حملت امرأة يسجلون اسمها ومكان سكنها ويعودون لها فور ولادتها، فإن ولدت صبيا فيكون مصيره الموت المحتوم، وإن ولدت أنثى فيتركونها ويذهبون. واستمر الوضع على هذا الحال عدة سنين، حتى نقص عدد الشبان اليهود، وكان قوم فرعون يستأجرونهم ليقوموا لهم بالأعمال الشاقة، فاشتكوا إلى فرعون قلة عددهم، فأمر فرعون أن يترك الصبية من بني إسرائيل سنة وأن يقتلوا سنة، فحملت أم موسى بهارون بالسنة التي يترك فيها الصبية، وللأسف فقد حملت بموسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الصبية، ولفضل الله فقد كان حملها خفيفا ولم يبدو عليها الحمل، فلم يعلم أحد أنها حامل حتى ولدت، فلما رأت أنه صبي خافت عليه خوفا شديدا وارتعبت، لأن حرس فرعون كانوا يداهمون البيوت بحثا عن الأطفال في ذلك العام، فأوحى الله إليها أن تصنع صندوقا خشبيا صغيرا وتضع ابنها فيه وتضعه في نهر النيل، فأرضعته حتى شبع ونام ووضعته في الصندوق وأطلقته في النهر. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأمرت أم موسى أخته أن تذهب وتراقب الصندوق لترى أين سيذهب، فأصبحت تركض خلف الصندوق وتراقبه، وكانت الفاجعة الكبرى أن الصندوق قد ذهب باتجاه قصر فرعون، فالتقطته الجواري في قصر فرعون، ولكنهم لم يجرؤوا على فتح ذلك التابوت المغلق خوفا من العقاب، فأخذوا الصندوق إلى يدي امرأة فرعون آسيا، فلما فتحت الصندوق وكشفت الغطاء رأت طفلا جميلا بريئا يبتسم لها ويلعب بيديه، فلما وقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا وتعلق قلبها به، وخصوصا أنها كانت عاقرا لا تنجب الأولاد، فلما جاء فرعون ورأى الطفل قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه،
فاستسمحته زوجته وترجته ألا يقوم بذلك، ودافعت عن الصبي فقالت: أرجوك دعنا نتبناه فإنني لا أنجب. قال تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فوافق فرعون على طلب زوجته بعد أن رأى شدة تعلقها بذلك الطفل. سعدت آسيا امرأة فرعون بالطفل وفرحت به، ثم طلبت من جاء المرضعة في القصر ليرضعنه، ولكن الغريب أن الطفل كان يرفض أن يرضع منهن، فكلما أمسكته مرضعة وقربته من ثديها كان يشيح بوجهه عنها ويبكي، فأنزلته مع الحرس إلى سوق المدينة لتجد له مرضعة يقبلها، وهنا فتحت الفرصة لأخته والتي كانت تراقب ما يجري معها، فذهبت إليهم وقالت لهم: أنا أعلم مرضعة طيبة القلب غزيرة الحليب. فذهبوا مع أخته إلى أمه ليجربوها، وبمجرد أن كشفت عن صدرها التقم الطفل صدر أمه وبدأ بالرضاعة. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فرح الحراس عندما أوجدوا المرضعة وعادوا إلى زوجة فرعون يزفون لها البشارة، فعينت أمه مرضعة له من دون أن تعلم أنها أمه، وأصبحت تعتني بها بشكل دائم وترسل لها الطعام والهدايا بفضل الله. وتربى موسى بإذن الله تربية الملوك في قصر فرعون، وللقصة تتمة إن شاء الله وسنرويها لكم في مقاطع قادمة فتابعونا. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.